تمام. طيب الأخت فاطمة من مصر، أخت فاطمة اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا بس عندي سؤالين. عندي سؤال الأول بالنسبة للدعاء، يعني لما أدعي وأقول أقسم بك عليك، هل كده في تعدي في الدعاء على الله؟ وأنا بقول عفويا وأنا بدعي بتطلع مني والله أعطيني، والله يا ربي أستجب كده، يعني بتطلع مني عفوي، هل هنا كده في تعدي في الدعاء؟ والسؤال الثاني، أختي جوزها متوفي وعندها بنتين ولد، بس اتنين كبار وبنت صغيرة، وهم لسه متجوزوش، فهم اتفقوا إن هم مش هيقسموا الميراث بحيث إن هم يقدروا يصرفوا على البيت ويمشوا الحياة يعني على بعضها. فهنا في الحالة دي في اسم عليها إن هي ما قسمتش، ولو هي بتجهز مثلا هتبدأ تجهز ابنها عشان يتجوز، هتجهزه بالنسبة، هتحسب نصيبه في التجهيز، ولا هتجهزه برضو الأخت التانية تتجوز فتحسب تجهزها برضو في الآخر يقسموا اللي يباقي، ولا هيبقى التقسيم ماشي إزاي؟ يعني الحلال اللي يرضي ربنا إيه إن شاء الله. خلاص، وجزاكم الله خير. وجزاكي شيخ عصام. السؤال الأول عن مسألة الدعاء، موضوع أن الشخص يقول مثلا أقسم بك عليك، أو يقول مثلا والله لا تديني، والله لا ترزقني، هل في تعدي في هذه الصيغة؟ هو طبعا الأصل الإنسان يدعو الله راجيا متذللا، ده الأصل. الأمر الآخر أني لن يكون إلا ما أراده الله، يعني لو ما أنت فينا مش هتملك تجبر إلا ما عاد الله، ولا تلزمه لله، لا يلزم الله شيئا، لا أحد يلزم الله سبحانه وتعالى شيئا، يعني فهنا مسألة غير يعني طبعا. لكن هل هذا يدخل في إطار قوله صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره؟ يدخل أحيانا، لكن ما بقاش دائما لازم على لسان البني آدم. أصلا البعد عن القسم مطلوب، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، مش مطلوب دائما كثرة الحلف، لأني هيعود اللسان على ذلك، وهذا ليس من الصواب. تمام. طيب سؤالها الثاني شيخ عصام، مسألة إن يعني توفى رجل وترك طبعا يعني بنتين وولد، واحد اتجوز أو الباقي لسه ما اتجوزش، فقرروا إن هم مش هيقسموا الميراث، وإن مثلا اللي ما اتجوزش لسه هيدفعوا له تكاليف الجواز وما إلى ذلك، وبعد كده يبقوا يشوفوا بقى، هل مسألة تأجيل تقسيم الميراث هذه تحل في الشريعة ولا ماذا يفعلون؟ الأصل أنه إذا مات الإنسان قسمت تركته وثروته على الورثة، كل يأخذ نصيبه. أما إذا تراضى الجميع أن ينتظروا لسبب معين برا وليس إلزاما، لا مانع. لو واحد في وسط قال لك لا أنا غيرت رأيي، عايز حقي الآن، حقه. لكن الأصل إذا مات لأن لا هيعمل مشاكل بعدين، هنقدر بقيمة إمتى، قيمة دلوقتي، قيمة بعدين. الأولى يوزعوا التركة ثم يتعاهدوا مع بعض إن هم يساعدوا اخوانهم اللي يتجوزوا من كل من نصيبه حسب ما يفتح به الله عز وجل عليه، ده الافضل والاصوب يعني. تمام.